السلام عليكم ورحمة الله، في قناة عبدو سبور. مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن. خبر عاجل، بلدية الجزائر الصفحة الرسمية ديالها وزاد حطها كلمة عثمان تاع التلفزيون الجزائري، هنا حفيد الراجي عنده يا ربي 3 سوايع من اللي دار فيديو، 3 سوايع من اللي قال باللي بلدية الجزائر عندها بالليل ما كاش منها باللي 360 اورو ما كاش منها يفروها، وراني نستنى دار لهم ضغوطات، وهذه 3 ايام وهذه 4 ايام وعندهم اسبوع. كلاهم لو وقفنا مع بركان ضد بركان، وقفنا ضد المخزن مثل ما وقفنا ما رانا نوقفوا ضد بعضنا، كان رانا هذيك اللي اسمها كان راهي فرات لهم، كان رانا لعبنا لا فينال. انا اقولها لكم، نسمعوا واش جا في البيان تاع مولودية الجزائر، من بعد عندنا كلام اخر. مولودية الجزائر تنشر بيان تكشف فيه عن تسوية قضية يوسف بالليلي مع الفيفا ورفع الايقاف عنه، وجاء في البيان مثلما اكدت ادارة نادي مولودية الجزائر سابقا، تم رفع عقوبة ايقاف ضد لاعبنا محمد يوسف بالليلي في قضيته مع نادي الاهلي السعودي في حدود 48 ساعة. في حدود 48 ساعة، وهذا بعد تسوية الغرامة التي قدرت بأقل من 370 يورو. يعني هنا المولودية زادت رجعت الحافظ الراجي أنه غير ما تشكش هذه كاينة. وأرسلت الفيفا مساء اليوم لاعبنا بالليل وكذلك الاتحادية الجزائرية لتعلم جميع الأطراف أن العقوبة قد تم رفعها بعد تسوية الغرامة قبل يومين. خوتنا الكرام، هاي لك راح تحط لكم هنا، وهاي في الهاتف بزيدوا تشوفوها، تشدوا شوية، هاي لك هاي فيفا هي اللي بعتت هاوليك بالليلي أو فاريا. سما ما تجيبوا لنا السبب بالليلي ما جاش ليكيب ناسيونال على جال عنده مشكل، وما تجيبوا لنا السبب اللي بالليلي غير منضبط كما قالها المدرب بيتكوفيتش اللي كل الإعلام خرج ضده، وكما يقول لك شرى سلاح ومدوا للاعلام بعد الكلام اللي قالوا على بالليلي وعلى رياض محرز. انا درت بين قوسين فقط، ونزيدوا رجعوا لحافظ الدراجي. حافظ الدراجي لازم عليك الان تزيد تخرج بفيديو، لانك متابع كبير لهذه القضيه تاع يوسف بالليلي، راك متابع بشده، راك متابعها يعني دايرها ما بين عينيك، ما على باليش علاه. لازم الان تخرج لنا بفيديو في 4 دقائق بعيون حفيد الراجي، لا لا على بالي هذيك الحصه، لا لا الاخرى اللي ديرها في الفيسبوك ديالك، دير فيها 4 دقائق قال اعتذر من مولوديه الجزائر اني قلت لهم باللي ما تدخلش في راسي 360 اورو. 360 اورو برك كيما قال بالليلي، كاسكيطه غوتشي ما تجيبهالكش. هنا على حفيد الراجي لازم الخروج باش يكون كما قال هو، لازم نعتزوا بالمهنيه كما يقول حفيد الدراجي، كما قال مقبل لازم نكونوا مهنيين. ومنا انا ماذا بيا يكون حفيد الدراجي مهني ويخرج للعلن ويتكلم ويقول انه غلط في حق مولوديه الجزائر، وعلى بالي باللي انت مناصر مولوديه الجزائر، ماذا بيا تخرج وتقول انه غلطنا فيها، كانت الا 360 اورو وحنا دخلنا الشك لانه السعوديه ما عادش تتابع الناس على 360 اورو، هذه ما جاتش في السعوديه تتابع 360 اورو، جات في السيستم وفي القانون، في القانون لازم كل واحد يخلص. حنا هنا في الجزائر عندك بروسي لازم تخلصوا، ونقول لكم ثاني لما يكون عندك بروسي ولا حاجه هذيك في كاع الدول، في كاع الدول تخلصوا، لازم تسددوا، يبقى يتابع فيك طول حياتك. كل واحد تكون صرات له بروسي تاع 50,000 تاع 100,000، مش لازم بروسي تاع 100 مليون، بروسي تاع 40,000 يبقى يتابع فيك، 40,000 يعني 400 دينار. حفيد الدراجي ما حبش يامن في هذه، قال لك لا لا ما تدخلش في الراس. يا اخي هكذا قلت حفيد الدراجي، قلت ما تدخلش في الراس، انا نقول لك هذه لازم تدخل لك في الراس، لانه دير مخالفه لتما وراك في قطر الا ما تبعتكش، تبقى تتابع فيك ويبقاو يبعثوا لك، يعني لو كان فيها اوروات او دولارات خفيفه فقط، نقولوا 50 دولار او 100 دولار تبقى تتابع فيك. هنا نقول الحمد لله يوسف بالليلي راه عاود الان، اداره المولوديه عفوا عاودت الان بينت انه كل ما قيل
وكل تحرحيرة اللي صارت أنها كذب بكذب، وكل شيء روع على ما يرام. يوسف بالليلي سيلعب نهائي كأس الجزائر بين مولودية الجزائر وشباب الوزداد، وكان عيط له بيتكوفيتش وكان هو لعب. ويوسف بالليلي ندخلكم في الانضباط ديالو فقط. انا نسقسي اي مناصر جزائري بدون جهويه وبدون ما يقول انه هو تاع مولوديا، واللي راح يجاوبني في التعليقات يكون سيبورتي ايكيب واحد اخرى، يقول لي اسكو يوسف بالليلي كان عنده مشكل مع المنتخب الوطني في كاش نهار؟ هل كان يوسف بالليلي غير منضبط مده لعبه مع الفريق الوطني بدون ذكر الاسماء المدربين واللاعبين وكلهم؟ هل يوسف بالليلي كان منضبط او لا؟ اريد الاجابه. هل يوسف بالليلي كانت عنده مشاكل مع الفريق الوطني؟ جامي كانت عنده مشاكل مع الفريق الوطني، وما رانيش ندافع عليه، والله ما نعرفه، جامي شفته. هيا باش نحلف. هل يوسف بالليلي كانت عنده مشاكل مع لاعبين الفريق الوطني؟ جامي كانت عنده مشاكل. هل يوسف بالليلي ما كانش منضبط مع المدرب ديالو؟ جامي. هل يوسف بالليلي ما كانش يجي كيعيطوا له ليكيب ناسيونال؟ جامي. ما نرجع من هذا المنبر لفلاديمير بيتكوفيتش انه لما يقولوا لك حاجه لازم تتاكد منها، مش كيما يجي يقولوا لك هذا فيه وفيه انت تروح تهدرها. هاي وداروا عليك دوكا الناس، واللي كانوا معك حتى سمير العماري وعلي بن شيخ كان تقلق كثير وكثير، وسمير العماري قال لك ما تقولش هكا على اللاعب، عنده فاميلته وعنده عائلته وعنده اولاده، انت تروح تقول غير منضبط. وليده يسمع غير منضبط، يسمع ما يفهمش. خوه يقول لوليده، الزوجه ديالو تقول لوليدها، تقول لهم قالوا عليه كذا ولا تحبها في روحك. واحد ما يحب يطيحوا له قدره مع فاميلته، هذه هي. كيكو سوا انسان، مراه ولا راجل ولا طفل صغير، ما تطيحوش قيمه الانسان. لكن بيتكوفيتش بكل اريحيه كذب على رياض محرز، ما زادش خرج عليه رياض محرز، خرج له بيان، هو مازال ما خرجش بيان، وحب الدراجي وزاد خرج مقبل فيديو احتصر له كيما تاع المولود يا حفيظ الدراجي، كيما 360 اورو. دوك يخرج بيتكوفيتش ويقول له ماه انا اللي ما عيطتلوش، صح على بالي بلي حتخرج هكذا. هاو بالليل الان او صفه والصفه من مشاكله، والحمد لله. مالا الان خدينا عبره الان في كره القدم الجزائريه، اي ولات هذا صاحبي، هذا صاحبي قديم، هذا صاحب صاحبي، هذه اللي ما كناش حابينها. انا نقولكم من هذا المنبر، انا لو حافظ الدراجي يهضر مليح، انا نقولها لكم من هذا المنبر، انا نهضر مليح، كان يهضر مليح في بعض الايام كنت نهضر عليه مليح، كنت ما كنتش ننتقده. انا لما انتقد ما نقيسش الشخص، غير ما نكسروش راسك، نهضر مهنيه وكذا، نهضر على البوست، على واش تكلم. انا لو حافظ الدراجي يهضر مليح نهضر عليه مليح، لو هضر وكانوا فيه اخطاء انا الاول اللي انتقده. انا لو بيتكوفيتش هضر مليح، لان دوا صحفيه مليحه وعرف يتكلم على اللاعبين وعرف يدرب المنتخب الوطني وجاب لنا كوب دافريك واحد اخرى وطلعنا كوب ديموند، انا الاول اللي اسانده وندير تصويرته في الانترو تاع الفيديوهات كلها. انا هنايا ما راني نقذف في حتى انسان، راني ننتقد انتقاد بناء بدون اي جرح. هذه هي خوتنا الكرام. مبروك يوسف بالليلي على 360 اورو خلصوها، هاك تهنيت. وكاع التاويلات اللي كانت انه ما دخلت في راسهم ومنا، هاي دوك تدخل بالسيف في راسهم، لانه بكل بساطه يوسف بالليلي لاعب المنتخب الوطني واحسن لاعب في البطوله الوطنيه، احسن هداف في البطوله الوطنيه، احسن ممرر في البطوله الوطنيه. ولما قلت احسن هداف لعب 20 مباراه او 27، ليسونسيال ما لعبش 7 مباريات، لو لعب 7 الاخرى لكان احسن هداف بالك عبر التاريخ في البطوله الوطنيه. انا اقول لكم هنا انا نشكر في يوسف بالليلي على ادائه مع مولوديه الجزائر كلاعب. وكان كان يلعب مع سيجار جياس كان نهضر هكذا، لو كان يلعب مع السياربي نهضر هكذا، لو كان يلعب مع سطيف نهضر هكذا، لاننا بكل بساطه نحن اخوه ونحن جزائريين. وخلينا متسيبورتي هادي وهادي، هادي هذيك عند الدراري صغار، انا مام نسيبورتي نقولوا ايكيب بالليلي او يلعب في ايكيب، نحبه لانه راهو يدير في الواجب ديالو في الفريق الوطني. هذه يا خوتنا الكرام، خير ان شاء الله الكره الجزائريه. سلام.